في فخذ بعد الطريقه هيني هيني. Good morning, good morning. صباح الخير. بين هاللذات اللي صار لهم آلاف السنين أكيد. تقريبا ساعة من أقرب طريق زفت بتفوتوا بقلب المحمية وبتوصلوا على بتلية. بتلية محل ما صورنا تقريبا من شي 3 سنين، نسيت الجبنة الطرفية كيف تنعمل عند هالجماعة اللي هون. وهلا بعد هيدي الفترة زيت العائلة فتحت تحت مثل خيام قاعدة مطعم صغير. ناس بدكن فور ويل كتير قوي، يعني فور ويل مش فور ويل عادي، فور ويل كتير قوي تتسوقوا ساعة على طريق سوبر عطلي، أو الأهين من إهدين تطلعوا مشي بقلب الجبل بقلب المحمية وبتوصلوا عندهم. بيستقبلوكن بينيموكن بيطعموكن وهيك ببلش النهار. قبل ما نوصل بثلاث دقايق انفخت الدولاب لأن الطريق قلتلكن كتير عطلي. رح بعتقد نضب السيارة على جنب، نكفي مشي نزول ونشوف مين رح يجي لمنا. اهدن دي تو مشوار ببلش هلا. ايش بدي خبرك؟ انا ما بحب التصوير. هذا اللي خبرك هيك. لكن دولاب فيه بس عفريت ما فيه. هلا عم جيبوا لنا عفريت. حلو. انا لازم صور. فرح اتصور رح صور وانا ما لازم اتصور. انت لازم تشتغل وانا لازم اصور، بس انا عم جرب استبق الامور تقول لك ليش ما رح ساعدك. ما في لزوم. أول شي بونجور، نحن اليوم ببتلية. انت جيت لعنا من تقريبا 6 سنين بس أنا كنت صغير وما كنت موجود، فهلأ من بعد 6 سنين صح في كم شغلي تغيرت اللي هني جدي وستي، بس بعدها هي زيتها وعم تتطور إذا الله راد. بعدنا بنعمل جبنة ظرفية وبعده كل السيستم هو زيته. فهلأ أنت بدك تعطينا رأيك إذا متحسنين. إذا بعدنا نحن زيتنا هلأ بدنا نشوف، وإذا الله راد حيكون مشوار بعقد. نحنا من بعد جدي وستي فتحنا مشروع اسمه 1850، هو زيت السيستم، منقدم زيت الأكل، عنا بيوت خشب، عنا خيام، منقدم زيت القصص، المبدأ تبعه هو زيته تبع البيت، نعيش التجربة ببتلية بهالمنطقة البعيدة، ما في كهرباء، ما في تليفون، ما في كل هودي المشاكل اللي منعيشهم تحت، فهون هيدي التجربة لازم كل حدا يجربها وحينبسط كتير إذا الله راد. الإنتاج اللي بيطلع عنا هي أهم شيء الجبنة الظرفية، أكيد بيجي من وراء الحليب المعزي، عنا الجبجب المعزي، عم نشتغل عشان كليش معزي، لبنة معزي، كشك، سمنة، كله معزي، كله إنتاج معزي، لأنه إحنا بس عنا معزي، يعني ما عنا بقر بعد، وإن شاء الله بالأيام الجاية بيصير عنا. يعني نحنا أول شيء من بيت مارون الدويهي، معروفين بمارون الدويهي، بلشنا تقريباً ببتلية بال 1880-90، يعني ما في دات 100% مزبوطة بس هيدي، وسمينا 1850 مش على السنة لأنه في كتير عالم بيضيعوا، سميناها على ارتفاع المنطقة محل مش محطوط اللوكيشن تبع المطعم. الجبنة الظرفية هي الجبنة اللي بتنعمل تنحط، يعني من بعد ما تنعمل الجبنة منحطها بالظرف تبع المعزي اللي هو الجلدي تبع المعزي من بعد ما يتنظف ويترتب، وبتضل تقريبا 21 يوم للشهر بمغارة تحت الأرض تحت البيت عنا. إذا حدا بده يشتريها صار فينا نشتريها من هون من بتلية إذا طلعوا لعنا، وبذات الوقت نحن مننزلها على أهدين منبيعها كمان تحت. شايف ما تستحوا بحط إيدي معكم إذا مش عم تزبط. لا لا مش هلا. إيه أوكي خلص طالما مش الحال أوكي. بياكلوا كتير قصص، جبنة ظرفية أول شيء، وكل شيء من مشتقات اللبن المعزي والإنتاج المعزي اللي بيطلع بيور من هون من عنا نحن. نحن على طول فاتحين لأنه نحن ساكنين هون،
ما بنسكر، مين ما بيوصل دغري بنستقبله، دغري بنفتح وبنقدم له كل شيء بنقدر نقدم له اياه. ترويقه غدا عشاء، ترويقه غدا عشاء، كامبينج، عندنا بنجالوز خشب، بس اهم شيء يكون في حجز، يعني بدق قبل الوقت بيحجز مشان نقدر نأمن كل الناس تكون قاعده مرتاحه، وصل لها كل شيء ومأمن لها كل شيء. هيدي هي الجبنة الدرفية اللي نحنا مشهورين فيها، هيك بتجي قوالب، بيجي اكيد مع القريشة، بس هون القريشة من بكرة وحدة كرمال نعمل فيها منقوشة الجبنة مش نحطها بس. بيض على لحمة إلا، مش بيض قوارمة، بيض على لحمة. لأنه بنعملها ديريك، بيض بقوارمة بيكونوا عاملين القوارمة قبل بوقت. هلا على الحارق بنحرقش اللحمة، بنشفطها وبنقص عليها البوض. كتير 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 حلو، الشبيبة جوا بتعقد عن جد. واو، الجبنة الطرفية أساسا تقليدية، اللحمة اللي موجودة من هون لحمة معزة، السمنة اللي موجودة من هون، ومش بس هيك، فكروا بكل التفاصيل، جايبين كورن فليكس، حليب طازة بيحطون على جنب، الجبنة حاطينها مثلا عنباية، تفاحة، عم بيشتغلوا بشغل كتير كتير حلو، كتير حلو. شبيبة، تلاميذ جامعات هندسة وشغلوا يلي هن تركوا الدنيا وجايين يقعدوا هون تيستقبلوكن تيكفوا شغل جدن وأهلن وهلأ هن خبرك خبري ما عمري خبرك يا أولادي إنه عم نشتغل عائلة ما معنا حدا تبع هالشيء شو بقصد ولاد أكيد وبأيو قلت لكم بعقده قلت لكم عائلة عائلة مع بعضهم بيستقبلوكم هون بهالبردات واعيين الصبح بالخيمة مرتاحين بعيد عن الإنترنت والضجة والعجقة واستقبل وودع والأخبار هيك هون تعوا عيشوا معهم والضحكة ما رحت على وجه وقتها ما التقينا ولا أطيب من هيك حتى قريشة وعسل فيه عسلت من هون صحيح إلا المانجو منها من عنا يا أنتوني ما احنا مبسوطين فيكم بالتلية بس زعلان منك ما بيطلعوا بالسيارة بيطلعوا ماشي بدها من باب المحمية لهون لبتلاقي 1850 بدها إذا هايكر مزبوط بدها 50 دقيقة إذا عاد شي ساعة ساعة وربع مشوار حلو كتير كل شي عندهم معمول هون كل شي معمول هون وأساساً نفس واضح بكل شغلة إن كان من خلال نبلش الخيار قديش فيها مي هالخيارة وقرشتها روعة البيض اللحمة المعزة الجبنة الدرفية من المصدر لايف هون مش قاطعة ولا علبة ولا براد مش نازلة على الساحل اف طعمتها غير ريحتها غير حتى هول الزعترات من هون اللبنة عم بيحكوا عن حالهم شو بدي اقول عنهم مشغولين مظبوط ما بشي كتير ضيق وهيدا الك كورن فليكس الك كشك الي كشك معزة مع شقف اللحمة والسمنة اذا بدكن فيها بصل واذا بدكن فيها توم يا سلام هاي شو هاي جبنة ظرفية قريشة جبنة ظرفية مع عسل عالساعة ما كان براد من هون من الأرض بدأ دقيقة صمت بعيد عن المدينة بعيد عن العجقة بعيد عن الضجة بعيد عن السياسة
بعيد عن مشاكل وهموم العالم. الحياة المضبوطة هي هون. شو بده خبرك؟ ولا شوكولا ولا نتيلا ولا اخر همك واضح مش هذا الشيء كتير طيب. اي خي انتوني، هاي الارزة جاي تزرعها هون انت، وهيدا امتداد لاهدين للي ارضها واسعة وغبيتها حنجمعها مع جيروننا البيضانية ولا كان ببشرة. هذا الامتداد انت ما تساهم بهذا الموضوع، فتفضل ازرع هاي الارزة. وكل ما بدك تجي لهون ما نو بس نحن بنهتم فيه، كمان انت بدك تطل صوبة وتزرع وتهتم فيه. هي بذر من بذر اهدين وشغل هالايدين، وهيدي كبريت وفي دايما شغلي بقولها انا، كل ما بيزرع معي حدا بقول له ان شاء الله تعيش بفيته، يعني يعطيك العمر الطويل مش وحدك، انت واولادك واحفادك. نظيفة رح نوقفها هون. بدك تعمل اول فترة بايديك، ورح اتأمل انه بكره الاولاد هن رح يجوا يسقوها ويكبروها وتكبر كتير. يلا ايه بحث كبير. لا ايه مرمونو هلا بعد الاوقات بنحط لها شوية بحث على الدرير يلي هن بيحافظوا على الرطوبة. خلصنا الترويقة، بعد في تحلية ما عم يخلوني فل، واحد ما بيطلع بيقولي فل من هون. عن جد هن طيبين طيبين طيبين، مش اكلتهم، هن طيبين واكلتهم روعة. كل شي معزة، كل شي طازق، كل شي هون بالجبل بالجرد. صار الساعة 10 تقريبا وبعد ما شلحت الجاكيت برودات، هن باقيين ان الله راد لاخر تشرين الاول وتشرين الثاني اذا الطقس ساعد. العسل بشهدوا، الجوزات من هون، القريشة اخر شي، شوية عسل وما بتاكلوا الا الصحة. ويكند الجاي انتو ولادكن، انتو عيالكن، انتو اصحابكن. وصلوا على باب المحمية، طلعوا مشي وبالمشوي بتاكلوا كل الغذاء اللي بدكن اياه تقدروا ترجعوا. المشوار ما بيتروح والقعدة بتمجد الخالق. او ماي جاد فكرت اكل لقمة وحدة. لا او ماي جودنس. مقلة السميد ومقلة الكبة بالفرن. نحن مشهورين بالفرن، عنا فرن سبيسيال نخبز فيه الكبة. من الجرد رجعنا على المدينة. سعد بتقولوا صغرتا أو إهدين بتقولوا الكبة. الكبة شغلة أساسية عندهم، ويمكن المنطقة الوحيدة بلبنان يلي عندهم فرن الكبة. كيف نحن عنا أفران اللي منقيش الفرن اللي بتروحوا لعنده بتقول أعطيني وحدة منقوشة أو خبز. هون بهالمنطقة إهدين وصغرتا عندهم فرن بيعمل بس كبة. الصينية بتجيبوا له اياها من البيت، كل وحده بتعمل، كل ست بتعمل كبه تبعها مثل ما هي بدها، ان كان سميك رقيق دبل لاير لحم جواتها، وحده اللي هي بسموها بزيت مقلوبه بصل تحتها، كباب كبار فاضيين وغيره وغيره. وبياخد اجر. اخر مره كنت عنده كان ياخد 4000 ليره. قد ايه صار؟ 50. 50 ايه فرقت الدنيا 10 ضرب 10. يلا عفن الكبه.
هون عظيمة بالغابة وبهدين، وهي جبالها بتكون كلها من الحجر وبتشتغل على المازوت، لأنه الكبة بدها نار قوي وبدها هبة كتير قوية عليها، لهالسبب الكبة عندنا أطيب مكان بحاجة. وقتها بيصير عندنا كميات كبيرة بنقول له الزبون يعيد اسمه على الصينية مشان نقدر نعرف كل واحد أي صينية. اجمالا كل الجمعة في شغل، بس اجمالا اكثر شيء سبت وحد، يعني ما فيك تفوت على صغرتها الا بدك تاكل كبه، يعني اجمالا بعرف اذا الكبه مين عاملينها، هي صغرتها دغري بتبين علي، هي صغرتها دغري بتعرف كبته. هيدي بالزمان بتقول لك هيدي اشياء، هي بالزمان كانت المرأة وتضق على الجرن بس تخلص تعملهم بالسكين هيك تشيل الشلوش منه، هلا المكانات بتاكل الشلوش كله بتخلطوا ببعض وبعض. بس هلا دي بيعملوا شوية كبة هيك بإيدهم وبيحطوها، بس هي أصلا هي شلش بتعملوا بالسكين مرة هيك، بيطلع على الشلوش على السكين بتشيله بتعملون وبتحطه، بس هداك يأكل حدد هيدا كبة هادي عم يأكلها. ريحة بالفرن ما بعرف كيف هم ضايع، الريحة بالفرن ما بعرف كيف هو مش ناصح. في ريحة بالفرن، ريحة هالزيت اللي عم بيغلي، ريحة زيت الزيتون، اللحم، الأنواع، البرغل، الصواني الكبيرة، ما بعرف كيف هو مش ناصح هالقد، لأنه أو ماي جاد أونلي إن صغرت أهدن. طبعا العشرة دقايق والربع ساعة إذا كانت معمولة بشكل مظبوط، يعني زيتاتها منيح، برغلاتها منيح، بتعرف إذا مقللين الزيت ومقللين الضرر بتروح لها 5 دقايق وبتلطوا يعني. طيب شو مرة بتطلع قدامك شو ست وقلت لها كبتك مش منيحة؟ لا بعذر بالله بتسترجع. كل شيء سواني إجمالي، نوي، معكروني بحليب، لازانيا، سميدية، بطاطا ودجاج، استعشي مهبول، كل شيء محطوط بصينية، باذنجان. قديش صرنا ناخذ اليوم؟ والله عم ناخذ 50,000 والله حاليا. قبل حالك كانت 5؟ كانت 4,000 يا محلى هيديك الايام يا زلمه، هلا بتشتغل بدك 15 ولي تترد حق تنكة المازوت، بالاول 4-5 سواني تترد حق تنكة المازوت. بعد الاول احسن بكثير من هلا، وكان في شغل اكثر. في شغل هون هيك شيء؟ حضرت لك بول لبن تاكلها على قصور. هيك عصولة. هلا هي الكبة فيها برغل كتير وفيها لحمة، بس كمان هون بيرجعوا بلفوها بخبزة، بخبزة عصاج. فيكم تحطوا لها حمص أو كيسة لبن. ما في شيء بحمصها قد هاي، ما في شيء، مش معقول تحميصتها شو حلوة. وريحتها، ريحتها قد ما نعمل كبة بالبيت، أبداً 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 ما في شيء بيشبه هيدي. شو؟ عن جد أمي كمتون؟ نبعت لها تحيات لأمي، قال لها أنه مرتي أشرتني الكبة، الكبة كتير طيبة. صحتين بيجو شقف كبار، شقف كتير كبار مثل البيتزا. هيدا اسمها كبة بزيت، تحكي عن حالة، ما في بقلبها ولا لحمة مفرومة ولا بصل، شقفة لدرجة محمصة انها واقفة. اف يا هاي من فرفتها شقف بكاسة لبن، تاخدوها هيك بتفرفتوها شقف شقف هيك هيك، هني وسخنة وعم تحرق ايديكن. اح هن سخنين هيك، ودغري اللبن بيسقعها شوي وبتاكلوها هيك. وبياكلوها بالبيت ما بشبع من هالاكله، بتكسر مثل البسكوي. It is phenomenal. سميد وحليب سكر، بس ما عم تعمله بحليب بقر، يعني بتطلع قصة أطيب.
هيدا بعدين الزيت سمنة. واو شاهد صعبة. سمنة وزبدة. هيدي سمنة وزبدة. هون بياكلوا كبة قد ما نحن نشرب ماء ببيروت. فالفايد فايد ظاهر ظاهر. وبذكركم يوم نهار الأربعة. يعني نهار الأربعة صرنا ملتقيين بشي 10 ثواني كبة. نهار السبت بيوقف الصف بيوصل لبشري. طيبة كتير. سميد وحليب والحلو انه لأنه الفرن كتير قوي بيحرق شوي من فوق. فبيصير فيه 2 تكستشر، واحدة طرية وواحدة من فوق قاسية ومطبوخة مظبوط. يعني شيء بين المهلبية وحليب الكورنفليكس وكتير اشياء مع بعض. شيء كتير طيب. كتير. انا بيجي بصور حلقه كل مره بالشهر يعني ما عندي مشكله. ديل كنا اصحاب هلا. ديل وبدك نصور كمان مع الوالده بالبيت انا بروح. اوكي ما في مشكله. اكيد ما حدا منكم بيدوق. هيدا شو؟ هيدي كبة حمص. كبة حمص ما فيها لحمة. لا لا حمص على الحلو. يلا شو في له اياها شو فيها؟ انا ما عندي شيء اليوم باقي هون. ايه العب صح. هيك العب صح. انا بقعد هون. انا بستقبل الصواني. انت بتطبخ وانا بدوق باكد انا منيحة. والكرسي موجودة والقعدة حلوة. اقعد. تفضلوا. سعر خاص سعر خاص 45,000 اليوم بس. انا بدفع لك الفرق ما تخاف. حمص وبرغل وطحين ونعنع وبهار الكعك وملح وبهار عيد. هاي انطوني كيفك اليوم؟ كيف صحتك؟ كل شيء تمام؟ أنتوني هيديك سنة زرعنا نحن وياك شجرة، نحن قصينا منتبهين لها بس أنت نسيت الهيئة. أبداً نحكي عنها كثير. شجرتك منيحة، ساحة كثير منيحة وعم تعلى وعم تكبر ورح تضل هيدي شجرة أنتوني. نحن هيديك السنة عملنا مشوار كثير حلو بالجرود لهيديك المال العالي على جبل مرساركيس. السنة فتحنا طريقين جديد بجبل مرساركيس وهلا عم نحضر على طريق جديد من أوبرلو تنوصل بمرنطانة إصحية بقلب وادي شوريا. عم نعمل الطريق. طريق كتير حلو حتكون بقلب الوادي على النهر. منخاف بكرة عنا شغلة كتير حلوة أنها تكون مع الميات ماشية. كهايكينج كتير منيح كتير كتير منيح السنة. عنا كتير عالم أجانب إجوا على أهدين. فرنسوية إيطالية أمريكان. شغلة كتير حلوة. بالنسبة لدرب الجبل اللبناني، درب الجبل اللبناني السنة عملوا شغلة كتير حلوة. عم ننظف الطرقات تبعينهم، عم نرجع نعمل رينوفيشن للطرقات تبعينهم. عملنا درب الجبل اللبناني اللي هي سيكسيون 5 سيكسيون 6 بقلب اهدن، نظفناها وخلصناها، اللي بتمتد من بقعصفرين من نقطة من نقطة عن طريق بقعصفرين تلتحق بمرنطانس صحية. نظفناها كلها وجهزناها وصارت حاضرة للعالم تقدر تمشي عليها. إذا حدا إجى على إهدين أنت فيك تاخده فيك تبرمه. بتعمل مش بس سياحة، بتعمل كمان مشي، بتعمل هايكينج. حيلا حدا بيقول إهدين والجبل كله 100%. أوكي خبرنا شوي. إذا حدا إجى أول شيء رقم تليفونك ضروري تنسى تتصل فيك. شو أبرز الأشياء واحد يعملها بالمنطقة؟ هيديك سنة اعطينا رقم تليفوننا 76-634-117. أبرز الشغلات نقدر نعملهم هوني بإهدن عندنا الهايكينج، عندي بايكينج وعندي كامبينج.
الكامبينج هني النقطه اللي بدهم اياها. انا ما عملت لوكال معين مشان نعمل كامبينج فيه، هني محل ما بدهم حابين يخيموا بالعيله فينا نقدر نطلع على العيله على الجرد اهدن نقدر نخيم فيه، حابين نخيم على جوزي الوحيده فينا نخيم على جوزي الوحيده، حابين نخيم صوب ميل نزول فينا نخيم صوب ميل نزول، حابين نخيم صوب السمال تحت ابتر فينا ننزل نخيم. يعني اعطيت اللوكيشن هو للمحل اللي العالم بتحب ننزل نروح نخيم بقلبه، بناخذ خيامنا ونروح نخيم. بعتقد نحن سوا فينا نشتغل كثير، انت اللي بتعمل دعاية هيك الناس بتاكل اكثر بيرجعوا بيشتغلوا معك بتشلون اياهم 100%. تفهم. بونجور، نحن هون بمطعم بيت ستي بإهدين، أنا روي عنتر مانجر بالمطعم. مطعمنا نحن أولاً كان على شارع المغتربين فرع أول، من 5-6 سنين فتحنا، ومع الوقت يعني أكلنا بنعمل نحن من الأساس أكل لبناني، مازا لبناني فيه. توسعنا وكبرنا، السنة قررنا نفتح بالأوتيل، فتحنا نفس الأكل نفس الكواليتي نفس كل شيء، لأن زبوناتنا كانوا قبل نضطر نعتذر منهم، فهالمرة رأينا نكبر مشان زبوناتنا. هون تقريبا من سنتين ورجعنا غير لوكيشن او كبر، صار عنده 2 لوكيشن بأهدن وعلى الوصله لبنه مع كرز. هيدا لازم يكون طعمته طيب، مثل كانه عم نحكي ساور كريم اند كي حلو. شو بدي اقوله؟ كتير مهمة يلا فتح نظرة من سنتين هي هيدي بتربح. قصة تانية، الكبة جاية بالجرن، الجرن مجلد شوية زيت زيتون، وفيكم تاكلوا منه هيك دغري لايف، حمص مع لحمة، راس عصفور مع كرز وغيره وغيره من الاشياء. بيت ستة لقمة بيت قديمة فرعين بإهدن، الولاد مش عم بيرتاح حناكن. شو مثل الكفتة شو مثل الكبة معمول الشقف ملفاي كفتة كبة 100%. مع حامض حمضتها كتير طيبة، بطاطا مطبوخة مظبوط، ولحمة كتير طرية وسبونجي. كل ما تشوفني أنا بإهدن وعم باكل تجي تاكل معي يعني؟ اكيد. لا بتفتح لي شهيتك. انت كل السر انبسط فيك كثير و... لا انا بفضل انت تبلش. طيب ناخذ منك حديث، تفضل خبرنا عن اهدن. اهدن صارت صديقته لانطوني ولنال، صار عندهم كثير اصحاب باهدن وبيحبوا اهدن كثير واهدن بتحبهم كثير، لانه مصدر ثقه كثير عالي انطوني، وكتير هذا مصدر الثقة نابع نصه أو ثلاثة أرباعه من شريكته وزوجته نال. بسري صديق عزيز، بس بدي أقول لك كتير زبطة معهم. يو كتير زبطة معهم. شو المميز فيها؟ مميز فيها أنه حلوة الجبن ستحطوها بفريزر ما كسرت، بعدها هيك طرية سقعت بس ما كسرت، جوا محشية بوزة كمان طرية بلا ما تكون هيك. Very nice. حلو. Very nice. الآيس كريم عشو أي فليفر؟ أشطر. شيلتهم طيبين. رمق سخنين. من بعد ما أكلنا لبناني هلأ صار وقت شو؟
صار وقت ناكل ايجن فود. ايه بس ما رح فيك تاكل غير صيني، بس هو عنده هندي عنده تايلاندي، يعني كل الايجن، بس الوحيد اللي بيقدروا يعملوه بلا توم هو الصيني. توم اوفر دوز. اوكي بامبو، كان لازم زور مبو من كتير زمان بصغرتها او بقهدم من وقت كوفيد وما كانت عم تسائب، فاينلي صار الوقت. بامبو كتير مشهور بالمنطقة والكل العالم تحكي عنه. تخلينا عن الولاد، تركناهن بالفريزر وجينا ناكل وحدنا. غير شو عن الحمص والحمص والحمص اللي كانوا كتير طيبين، والكبة أكيد، بس كمان بصغرتها أو بيهدن في محل كتير مشهور اسمه بامبو. هو إيجين كويزين، والحلو فيه أنه المنيو تبعه كتير غني، ما عنده سوشي بس على المنيو كتير واضحة تاي تشاينيز أور إنديان، وكل واحدة في العالم تبعه صور كتير حلوين. فلو بلا هيدا ايش هذا السير؟ يمكن جاينت كوكي جوا مولتن شوكولات. اول ما فتحوها طلعت ريحه كتير قويه وكتير بتشهي بالمحل. تقرش محمصه مولتن من جوا هاف كوكت، الشوكولا عم يدوب وعم ينقط. تيز جود very good. هيك منخلص، هيك منفل عطرف البسكوي من جوا رف قوية، هيك كتير قوية كتير قوية، ترجعني لهون. مطاعم اكيد، سياحه اكيد، مناظر حلوه اكيد، بس اهم شيء نرجع على التاريخ، والتاريخ ما له لذه بلا هيدا الزلمه. اهدن ما بتكمل بلا. انبسطت كثير فيك سنه الماضي، حكينا تاريخ، حكينا اساس، حكينا ايام، حكينا كثير اشياء. حتى لو في كثير اشياء انت بتقول ما قلنا لك يوم سنه الماضي، انا على بالي ارجع اغنى فيهم هذه السنه. اول شيء متعرف عليك؟ رويا ريجه، هوايتي اهدن، هوايتي التاريخ، وانا موظف في كازينو لبنان، ومثل ما قلت لك هوايتي وشغفي اهدن، وهيك دائما دائما بيطار البلد، يعني مش انه ثابت على خبريه معينه، لا دائما عم ببرم علي اكثر واكثر. بس هو اسمه دير مرساركيس وباخوس. هيدا الدير تعمر على معبد، على انقاض معبد كنعانه، يقال انه معبد ادون لا اله ادونيس اله الزرع. هلا وقتها صار وقتها تحولوا اهالي اهدن من الـ من الـ من السريان الوثنيين كانوا، او الكنعاني يعني اللي كانوا يؤمنوا، ما كانوا يؤمنوا بالمسيح بوقتها، وقت تحولوا على المسيح، على المسيحيه، غيروا كل معالم هال كل المعابد الموجوده كانت وعملوها كنايس، وبيناتهم كمان دير يعني صار هون اسمه مرساركيس وباخوس. وعملوا بسنه 1198 عملوا اول كنيسه كانت على اسم العذراء. اللهجة تبعكم من وين جاي؟ سريانة. سريان بيكلم الفقر. وشفنا انه حاطين كلمة كتبين على الرومبوان تحت، شو هي الكلمة وشو بتعني؟ هيدي جمعية تبعي، انا عامل جمعية اسمها الحركة الاهدنية، وهيدا من صلب الاهداف تبعها هو اعادة احياء اللغة السريانية، لانه او منو يعني اذا بدنا نسمي منو اعادة تفعيل اللغة السريانية، لانه احنا بنحكي سريانة بس ما عارفين. فحبينا نبلش نعود العيلة ندفع على الحرف، ولانه هي هويتنا واللغه هي هويه. ومن برنامجك للمره الثانيه كمان بطالب انه تصير هي لغه وطنيه، مش ما عم نحكي لغه رسميه، تنكتب لغه وطنيه تتنحفظ، لانه هي لغتنا، لغه الجبل كله. فينا نقول انه لهجتنا او لغتنا اللبنانيه هي لبنانيه مش عربيه؟ اكيد، نحن
إذا هلا أنا عم بحكي أنا وياك منفرغ الحديث كله منكتبه مثل ما هو ومنجيب أي قاموس عربي منجيبه ما في كلمة عربي أبسط الأمور هالطقس الحلو حلو منا موجودة بالعربي هو الطقس الجميل حلو هي سريانة وهلا هون بنشوف نحن بالدار إنه محوطين بالجاز كتير وفي عنا توت وكرز وهيك بس أكتر شيء الجاز أهدن كانوا يقولوا له أهدن الجاز من زمان طلع جاز كتير طيب والدار مساهم كتير بهالموضوع وسام حافظ على هالشيء هيدن بكنيسة مرسركيس بخص القديمة يلي ارتسم فيها البطرك الدويهة خورة لكن بدير واحد في أربع كنايس في ثلاثة تحت بقلب بعضهم وهون في الرابعة يلي هي أجدد من البقية ومكتوب عليها 1859 هون الطريق هي انفتحت بالثلاثينات اللي بتوصل على منطقة الدار وعلى النبع وهون في حدنة عم نشوف اوتيل بالاس اوتيل اهدن بالاس الكبير يلي صار هو مع بيت بولس المكيري يعني مع عائلة المؤرخ جواد بولس وهذا الاوتيل شهد على كتير امور حلوة كتير 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 بوقته يعني عم نحكي بالعشرينات والثلاثينات والاربعينات هلا رح نوصل على منطقه العباره اللي هي تسمى عباره لانه قبل الطريق هون كان في صخره كبيره بتفصل ميه النبع اللي جاي لانه هيدي في عندنا ساقيه من هون بتقطع على مسكره ساقيه النبع هي بتقطع وكانت تفصل الطريق بين اثنين هم حطوا صخره وسموا المنطقه هون على اسم هيدي الصخره العباره تقدر العرم تعبر من مطرح لمطرح هون منشوف البيوت القديمة كمان الحلوة ومنشوف الأمريات اللي فوق البيوت هاي ضمن الهندسة هاي الأمريات بتفوت الضوء وتفوت الهواء وهون قدامنا عنا مبنى عنا قدامنا مبنى الكبرى وعنا كنيسة مار بطرس وبولس مبنى الكبرى القديم اللي كان هو مركز يوسف بيك كرم هون هلأ صرنا بالمنطقة اللي عند الميدان يلي هي كانت اذا بنحكي تاريخيا هي كانت امتداد للمعلى الهيكل القديم هيكل اهدن القديم يلي وقتها صاروا اهالي اهدن مسيحيه صار في عندك تحول كل حجاره الهيكل لخمس كنايس اللي هن مار بطرس وعندنا مار يوحنا الحبيب وعندنا مار غالب وعندنا مار مامه وعندنا مار اسطفين مكتوب اهدن بالحرف السرياني لانه اهدن يعني اهدن اساس بموضوع المارونه بالتاريخ المارونه وابرز شخصياتها من البطرك الدويهي للبطرك عميره للبطرك مخلوف ليوسف بيك كرم لجبرائيل الصهيوني لكل هالعظمة اللي قطعت باهدن دعموا واشتغلوا على موضوع اللغه السريانيه بشكل كتير علمي وبشكل كتير دقيق وابرزهم بدنا نحكي بجبرائيل الصهيوني يلي فوت هذا الحرف هو حفره بايده فوته على مطابع اوروبا واسس معهد للغات الشرقيه بيناتهم السرياني بجامعه السوربون مطرح منه محطوط اسمه عبابه فوفاءا منا نحن لالهم وانطلاقا من هدفنا بالحركه الاهدنيه كرمال نفعل اللغه السريانيه قررنا نحط اسم اهدن بالسرياني مثل ما نحطينه بصغارتها كمان اسم صغارتها بالحرف السرياني نحن هون هلا بمنطقة بقوفة
أوفا يعني هي كلمة سريانية بتعني بيت القصب، يلي يعد كانت القصب شغلة مهمة هي كتير، وكانت المنطقة كلها مزروعة قصب حواليها. فوق في عنا بحيرة، بحيرة هي طبيعية وبعدين توسعت اسمها القصب صوبة. وليش القصب يهتموا فيه؟ لأنه كان هو شيل الكتابة، والكتابة كانت مقدسة عند العالم. هلا بوفا هي كانت منطقة واحدة، كانت ضيعة واحدة، هي منها مخصة بإهدين مثل ضيعة كلها الموجودة. وفيها مقسوم اثنين، الحارة التحتانية والحارة الفوقانية. احنا هون هلا بالحارة التحتانية. بالحارة الفوقانية طلع منا ثلاث بطاركة من بيت الرزة، بطاركة ميرنة. شوف نحن كنيسة مارياس اللي هي هون، هيدي الكنيسة حاولوا كذا مرة يعمروها وترجع توقع. هلا في حدا ايمانيا بتربطها انه بالحرم، انه الحرم منو عم بيخليها تعمر، ما بعرف، او امور تانية بتخليها، امور هندسية منو عم بتخليها تضلها ثابتة. على كل حال هيدي بتضل مثل ما قلنا تقليد شفاهي، ما في شيء مثبت. وهذا دار مارياس تعمر هو بين القرن السابع والقرن الثامن مع بدايات المسيحية كمان بإهدين، وترمم لفترات واخر شيء تدمر بال 1488 مثل ما قلنا بالاول. كلها بدك وحياة الله بينجح لبنان، والله بينجح لبنان من وراك، والله العظيم. ايه دمه وبتعمل دعاية للبنان وبتسير العالم كله وما حدا قلت له لقمتك منها طيبة. اللي قاعد صورنا باي مدام، باي باي، الله معكم. بس بعمل لكم قهوة عن جد وحياة الله. تعمل تستاهل كل شيء، بتستاهل. الله يوفقك هالبرنامج الحلو. من وقت ما وصلنا طقس كتير ساعدنا، طقس كتير حلو يلي بحبه، غيوم قطايطة برود، وبعده شو ببيروت. الطقس فعلا رائع، عم يبينوا هيك الجبال، الشمس والصفار من وراهن. صلى من الصبح منفوت من غيمة، منظهر بغيمة، فعلا شي رائع. بلشت الشتوية، اهدن وان الله راد رح نرجع نفرجيكم اياها بالشتاء، لانه بحبها كتير. هيدا رابع سنة، خامس سادس حلقة وما بشبع، وكل مرة بتعلم شي جديد. مطاعم عم تفتح، مطاعم عم تسكر، كل مرة متعلم شيء منها، ان كان الكنايس ان كان السياحة، كل مرة متعرف على اشخاص جديد، والمشوار بعد مكفى. على أساس من نام اليوم ننزل بكرة الصبح، عبينا بروجرام بكرة. وصلنا هلأ على دار مر يعقوب الأحباش. هذا الدار القديم اللي هو بيصير على وادي شورية، على وادي إهدين، يلي هي بتفصل بيننا وبين كفر زغوب. وهالوادي كتير حلو، اللي بيقطع فيه نبع مرسر إني، اللي بيقطع فيه نبع مرسر كيس، نبع مرعبدة. هذا الدار كمان من القديرة القديمة، القديمة كتير كمان، بس برز أكتر شيء وقت سكنوا الأحباش واليعقبة مع راهب معهم حبشي، هو سكنوا فيه هون وعرفوا أهل إهدن بموضوع اليعقبة. ومثل ما عملوا الحملة ذاتها وقتها ببقوفها مثل ما حكينا قبل، شالوا الشعب من هونيك، هون اجوا طردوا اليعقبة من دار مر يعقوب، ورجعوا سكنوه وكرسوه من جديد، وصار هو مركز لمطرانية إهدين لفترة معينة. بعدين اجا قعد فيه الناسك والحبيس الفرنسي فرانسوا دو شاستوي سنة 1632، وضلوا ل 1638، 6 سنين. وبعت رسالة موجودة بكذا كتاب، انه اذا بدكن تعرفوا على الله مزبوط تعسكنوا بهالمنطقة اللي قعد فيها انا. بعتها هيدي لأهله هو. مرتمورة الديسي اللي لحنا نحتفلها هلأ بعيدها الأسبوع الجاي ب 25 أيلول. هيدا الدار دار أساسي بتاريخ لبنان، بتاريخ الميرنة، لأنه منه انطلقت الرهبنة اللبنانية. بتشرين الثاني 1695 بعهد البطرك الدويهي، وقت سمح للرهبان يوسف البتون وجبرائيل كرقلي وحدا تالت نسيت اسمه، سمح لهم، هو عطوهن الاذن بشان يمشوا بموضوع الرهبنه. وتاسست هون الرهبنه اللي بسموها الحلبيه، الرهبنه اللبنانيه والرهبنه الحلبيه، بعدين بعد ما انقسموا هيك. هذا الدار كان كمان بالقبل، هذا اول شيء من القدره والكنيسه اللي ترممت من بعد حمله المماليك،
واقرب اقرب دات مسجل له انه تعمر بال1339 ترمم بال1339 وكان كمان كرسي لمترونيه اهدم بفتره من فترات. كيو ثانك يو مرسي على وقتك وان شاء الله كل حلقه يكون لك هيك زياده عليها لانه كل مره بتعلم منك شيء جديد ان شاء الله. حتى لو ما قبلت عزيمه على العشاء انا رح كفي اتعشى اني جعت. صحتين عليكم واهلا وسهلا فيكم. ثانك يو مرسي. محل فتح هذه السنة ما عنده لبناني، ما عنده حمص، ما عنده لحمة وما عنده مقالة، يعني فريت برجر وغيره. بينقز شوي انكم تلاقوا بأهدين على الميدان، محل ما معودين كسر عرق والموسيقى كتير عالية، تشوفوا صحون هالقد حلوين. منبلش كل صحن بصحنه. أول شيء البرزنتاسيون كتير حلو، بتحسوا حالكم من ميل سفرتوا على إيطاليا، من ميل تمشيتوا بفرنسا، وهولي كلهم إن كان هيدا البيتزا على الباجيت أو إن كان كينوا سلد مع شريم أو هيدا يلي محمس توقه هلأ يلي فيه go cheese and fix. مكتوب بنقرأ من عنوانه أساساً. الصحون حلوين مرتبين معمولين صح، الفليفرز الخلطة إن كان هون القطر اللي محطوط عليها أو المي تبع التين الجوت. بعد عم جاي أفكر بالموضوع أنا على الميدان محل ما كان من زمان اكيد عرق وبطيخه واوف. صار في واحد يقعد ياكل اكل كانه نزل على بيروت. بريميوم انجريدينتس والخلطات طيبين. اوبر وعندهم بيض هوم ميد بيض سبع علي مطبوخين على قد يعني ولا الدنتي ولا اوفر كوكت. طعمت هيك البهارات محطوطين بقلبهم فيري جود فليفر. طعمت الدجاج حتى بعد ما حطيت الدجاج بس في طعمه من ذا باك جراوند بتلحق. اي مس ا كونفورتينج بليت اوف باستا. راح بالسخن هات عم دوق. لا انه شو منه عبالك انت كمان. لا شوف للشعب الفقير متأرج عليك بس انه كل عم يتأرج عليك. احنا هيك بتصير بالشكل الحالي التالت لقمة هيدي ما بتصير بحياتنا. هناك شماله ويمينه فينا نقول نهايتها مسك. اخر وحدة سيجنتشر المحل ارتيتشوك بقلب فخارة شكلها بتحرق لسان وسقف الحلق والزعيم والمعدة. ف رح نعمل وقفة مع الإعلان ونرجع ندوق. كتير مهمة سوبر مهمة. كروتون قرشة ألمنز محمص على الطرف اميزنج تشيز كريمي مثل البشاميل. واو برافو فيري جود فيري 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 جود. خد وقتك ما فيش قاعدين احنا ما عندنا شيء. صار لي من على بكره عم بفرمهم. عصرت لهم عصره حامض رشه ملح وهيدا الكاتشب عبيت لك بالمزح والجد بيطلعوا شكلهم ولونهم مثل البطاطا اللي بتعملها انت بالبيت 100%. وهيدا انت الكاتشب اللي معبينا شي 19000 مره. المحل اللي سنه صار له سنه 1977 كثير فتح وارميت ونيون لايتس
وما كانت جديد وبعده هيدا الزلمة بعده مضاين. زيت القرمة، زيت الشغل، زيت الديكور، سيجنتشر ايتمز يلي اكيد اهلنا كانوا يجوا يعملون ياكلون هون. كثير طيبة انا صراحتك. عنجد ريل تشيز طعمتها جبنة، ريل تشيز. يعني كاتشب على الطريقة القديمة وبيلبق لهم كل شيء، الفريت المقصوص على الايد، جوات السلطة اللي فيه كل حبة بصل هالقد. ايموشنال اند نوستالجيك، بتبلش من المدخل، الارمون اللي مدهونة على الايد من 77. يعني في له محلين مثل هيدا المحل بلبنان غيره، واليوم اكتشفنا هيدا انه حسينا انه طفولتنا عن جد في هيك احساس، لا مع انه نحن اول مره بنجي عليه من بعد نهار طويل مليء بالاكل، بس هون بعد لساتين وبخلص جار الفريد. وكمان تتذكر اليوم دقنا شيء اسمه دقه وفسروا لنا شو هي، بس اليوم دقناها بطريقه معموله بالفرن. هو بيعملها مثل ما فسروا لنا انه بيعملها على الاصول تبع المنطقه اللي هي مشويه على الفحم، وبالعاده بتنسكب مع الثوم هيدا اللي بيجي مثل المايونيز يعني طريه. فكرت تقرش هيك بنقص شقفه لحمه بيجي مع ثوم على جنب، رح ندوقها مع شويه كاتشب. نحكي عن شيء سبونجي كتير غريب، كتير جديد، مشوا من برا، طعمته كتير حلوة، ريحته كتير حلوة. أجيال وأجيال وأجيال اجت لهون. طلبنا مايونيز ما عاد طلع بعد أطيب. تحمست. شو غريبة؟ كتير غريبة. مش إنه غريبة مش طيبة. كتير لا هي طيبة بس كتير. يعني مكانكم عم تاكلوا اشياء اول مره بتكتشفوا التكستشر تبعيته. بكلها بايدي لانه حسيت انه هيك بتتخزق تخزيق وبيبطل عندها تكستشر اللحمه، ومع مايونيز مش عم تفهم التكستشر. ايه هذا مش معقول لحمه تكون هيك، حسيتها بساندويش مثلا. تعرف كيف؟ ساندويش، خبز، مايونيز، بندورة، كبيس هيك. يمكن غريبة، شي كتير غريب بس شي كتير طيب. اف هيدا بالاخر وين بعد حدا بلبنان بيعمل هذا الشيء؟ ما بعرف اذا لازم نسميها اوري دي ليفون، اذا لازم نسميها اسكالوب ميلانيز، اذا لازم نسميها ماشي لازم نسميها. بعرف شقفه قد الصحن فيها جبنه، فيها جامبون، فيها ذا ثيك كرانشي باتر. واو كمان لحمه مدقوقه عن جد. عم تسمع كيف عم تفرفت؟ كم بدي اقول لك انه يمكن هي كثير طيبه بس الطريقه اللي قالينا فيها كتير مهمة. بقلبها في جبنة مثل ما شفتوا، في بقلبها ايه ولا تدوق. واو القلة تبعها فظيع. ايه حافظ على قديمك جديدك ما بيدوم. من 77 محل ما غير ارما، ما غير منيو، بعدها على الطريقة القديمة. شحمة رح نفتحها بإيدنا فيها. واو ليكي ملا ريحة. أوه مون ديو كتير رقيقة، ما فيها خلطة البصل اللي منشوفها دايما، شوي قد ما لازم، طرية. تنص محسن القرح، مطعم المورتية من سنة 14 تموز سنة 77. بلشنا وسنة وفي عنا استمرارية وكتر خير علامة بتفوت لنا على المحل. أول شيء من زيت عربي من كل الأنواع،
النيه روس فريريج اسكالوب شيشتو لحم مشوي كفته ستيك مرتي. هذا الاسم الله يرحم نفسه الشهيد توني فرنجي هو سميليه. في غير محلات ما حنذكر يعني ان احنا بنعملها بلحم مدقوقه جامبون جبنه وبيض وكعك وطحين وبنحضرها على الحوض. بنحضرها على الحوض ما بنحطها بالفريزر بنرجع نشيلها على الحوض بتضل طريقه. هلا كنت عم بقول هيدي الطعمه اللي انا نسيتها. ببرم كل يوم على مطاعم كل يوم بضيعه مينيموم 10 مطاعم بالنهار وفي هالطعمه اللي رجعتنا ايام كانوا اهلي ياخذونا عمر 10 سنين. هيدي رجعنا احنا عم عليه من قديم كمين. هيدي هي ما غيرت شيء ما غير من سنه 77 زيت المنيو ليبل ليبل الزبونات زيادوا ما نقصوا. بيروح الزبون بعد 40 سنه بيرجع اللي كنت انا كنت ولد صغير وتجوز وصار 6 سنين عم جعل عندي. زيت الديكور هذا الديكور زيته بيتغير شوي بس لا الديكور هو زيته عربي. في بركه في نفس في طعمه في صدق وفي كمين الامكانيه كيف بدك تحافظ عليها كمينه اكيد ما في الله يقويك خلي لي بضلك بصحتك. طب حدا عم بيساعدك عائله قرايب لا لا كذا؟ لا في اختي وفي انا وفي الشباب معي بس ما حدا على المطبخ ما مفوت حدا انا واختي بس وان شاء الله 20 سنه بعد خلي ليك يا رب العمر كل اللي نوليك يا رب الله يحميكم ويقويكم. اهدن صغرتها او بس اهدن؟ لا اهدن بس. الشتاء بتسكر بضلك فاتح؟ لا يعني بصفي بيطلع ويكند صرت واحد على ويك. خلي لي عيونك حبيبك كلك صحتين. من بعد نهار كثير طويل بلش على الساعه 7 بنقول لهم ختامها مسك. خلي لي عيونك مع كل شيء صار بنهار المنيح والاقل منيح يخلص واحد نهاره بهالوج بهالحماس. في ضوء عم بيطلع من وجهك انت ما فيك تحسه بس فيني اقول لك في بركه وخير واحد ياخذ منها روح وبيترك امله وبيتقدم لقدام. خلي لي عيونك مسيده على دعاتك أفي منك يا حبيبي. جود نايت جود نايت اهدين ما بنزهق منا ملتقى فيهم بكره يا اهلا وسهلا فيكم حبيبي. يلا اهلا وسهلا فيكم.